هي باب بغداد، السور، الجامع القديم، قصر البنات، المتحف وقلعة جابر. طبعا تعرضت هذه المواقع لكثير من الدمار والخراب والعبث. المتحف نهب بالكامل ودمرت أجزاء مهمة منه. داعش بدأت بالحفر الجائر بالمواقع الأثرية عن طريق تركسات أو ورش عمل يدوية، يعني تخريب، يعني اللي يطالعوا شغلة يخربوا ألف شغلة. فكانت يعني البحث أو التنقيب جائر جدا، مما أساء للمواقع الأثرية كثيرا.